لأنه نحن في بداية المطاف في واقع الأمر. لو أرادت إيران أن تعيد النظر بإجراءاتها الأمنية والاستخباراتية للحفاظ على وضعها الداخلي وخلق نوع من الرادع الداخلي الذي بات مفقودا نتيجة يعني هذه العملية، أو هذه العملية في واقع الأمر هي كانت القشة التي قصمت ظهر البعير وكشفت إمكانية الوصول لأي شخص، وفي أعلى الظروف الأمنية التي اتخذتها إيران للحفاظ على ضيوفها خلال اليمين الدستورية للرئيس الجديد. لذا في هذا الظرف يتم استهداف شخصية بهذا المستوى، باعتقادي جعل إيران أمام خيارات صعبة لإعادة النظر في إجراءاتها الأمنية والاستخباراتية في الوقت الراهن. طيب يعني نستثمر فرصة وجودك يعني أستاذ مسعود، ماذا يتحدث الإعلام الإيراني عن موعد الرد، رد الفعل الإيراني على الاغتيالات الأخيرة؟ بدأت العملية قبل كم يوم وسمعناها وعكستها وتم تغطيتها بأنه بعد ساعات سيبدأ الرد. يبدو بأنه إيران بدأت بالإضافة إلى تأكيدها على الرد وحتمية الرد، بدأت أيضا الحرب النفسية والحرب الدعائية مع إسرائيل حتى تربك الطرف الآخر وتضيع عليه قوة التكهن بلحظة إطلاق الصواريخ التي هي في واقع الأمر ستكون العمود الفقري لأي هجوم تقوم به إيران. إذن من دبي المتخصص في شؤون إيران وآسيا الوسطى في قناة الحدث مسعود الفك، شكرا جزيلا لك.